هذه الحلقة، الجن يخاف من عمر بن الخطاب؟ هل يجوز سؤال الجن عن ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل؟ تعليق الإمام الشبلي صاحب كتاب أحكام المرجان في أحكام الجان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني. تابعونا ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم في سلسلة الإنس والجن، ومع الحلقة 40 بعنوان هل يجوز سؤال الجان عن الأحوال الماضية والأشخاص النائية؟ أولا، خوف الجان من الاقتراب من الفاروق عمر بن الخطاب. قال أبو بكر القرشي عن سالم بن عبيد الله قال: أبطأ خبر عمر على أبي موسى فأتى امرأة في بطنها شيطان، فجاء فسألها عنه فقالت: حتى يجيء إلي شيطاني. فجاء فسألته عنه فقال: تركته مؤتزرا بكساء يهنأ إبل الصدقة. وذاك يقصد عمر بن الخطاب لا يراه شيطان إلا خر لمنخره، الملك بين يديه وروح القدس ينطق بلسانه والله أعلم. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة: حدثنا سالم بن عبد الله قال: راث على أبي موسى الأشعري خبر عمر بن الخطاب وهو أمير البصرة، وكان بها امرأة في جنبها شيطان يتكلم، فأرسل إليها رسولا فقال: مري صاحبك فليذهب فليخبرني عن أمير المؤمنين. قالت: هو باليمن يوشك أن يأتي. فمكثوا غير طويل، قالوا: اذهب فاخبرنا عن أمير المؤمنين فإنه قد راث علينا. فقال الجني: إن ذلك الرجل ما نستطيع أن ندنو منه، بين عينيه روح القدس، وما خلق الله شيطانا يسمع صوته إلا خر لوجهه والله أعلم. وفي خبر آخر أن عمر رضي الله عنه أرسل جيشا فقدم شخص إلى المدينة فأخبر أنهم انتصروا على عدوهم، وشاع الخبر فسأل عمر عن ذلك فذكر له فقال: هذا أبو الهيثم يريد المسلمين من الجن، وسيأتي يريد الإنس. فجاء بعد ذلك بأيام والله أعلم. ثانيا، هل يجوز سؤال الجن عن الأحوال الماضية والأشخاص الغائبة النائية؟ قال أبو العباس أحمد ابن تيمية: أما سؤال الجن وسؤال من يسألهم فهذا إن كان على وجه التصديق لهم في كل ما يخبرون به والتعظيم لسؤال فهو حرام، كما ثبت في الصحيح عن معاوية ابن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إن قوما منا يأتون الكهان. قال: فلا تأتوهم. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة. أخرجه مسلم في كتاب السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان بلفظ: قلت يا رسول الله أفورا كنا نصفها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان. قال: فلا تأتوا الكهان. قال: قلت كنا نتطير أي نتشاءم. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد في مسنده عن أبي هريرة بلفظ: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبطرق أخرى عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يكمل الإمام ابن تيمية فتواه قائلا: وأما إن كان يسأل المسؤول يقصد من الجن،
وأما إن كان يسأل المسؤول ليمتحن حاله ويختبر باطن أمره وعنده ما يميز به صدقه من كذبه فهذا جائز، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد فقال: ما يأتيك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. قال: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. قال: فإني قد خبأت لك خبيئا. قال: هو الدخ. قال صلى الله عليه وسلم له: اخسأ فلم تعد قدرك، فإنما أنت من إخوان الكهان. أخرجه البخاري. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا كان يسمع ما يقولون ويخبرون به من الجن، كما يسمع المسلمون ما يقوله الكفار والفجار ليعرفوا ما عندهم، فكما يسمع خبر الفاسق ويتبين ويتثبت فلا يحزم بصدقه ولا بكذبه إلا ببينه، كما قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن أهل الكتاب كانوا يقرؤون التوراة ويفسرونها بالعربية، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وعلى ذلك فقد جاز للمسلمين سماع ما يقولونه، أي من الجن، وإن لم يصدقوه ولم يكذبوه. انتهت فتوى ابن تيمية، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثالثا، تعليق الإمام الشبلي على سؤال الجان عما كان وما سوف يكون. قال الإمام الشبلي في كتاب أحكام المرجان في أحكام الجان صفحة 154 تعقيبا على من قال بجواز سماع ما يقوله الجن مع عدم تصديقهم أو تكذيبهم، قال: لا شك أن الله تعالى أقدر الجن على قطع المسافات الطويلة في الزمن القصير، بدليل قوله تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، آية 39 سورة النمل. فإذا سأل سائل عن حادثة وقعت أو شخص في بلد بعيد، فمن الجائز أن يكون الجني عنده من تلك الحادثة وحال ذلك الشخص فيخبر، ومن الجائز أن لا يكون عنده علم فيذهب ويكشف ثم يعود فيخبر. ومع هذا فهو خبر واحد لا يفيد غير ظن، ولا يترتب عليه حكم غير الاستئناس. وسيأتي في حلقات قادمة إن شاء الله أنواع مما أخبر به الجن عقيب وقوعه، ثم تبين بعد ذلك أنه صحيح بإخبار الإنس، والله أعلم. أما سؤالهم عما لا يقع وتصديقهم فيه بناء على أنهم يعلمون الغيب فكفر، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تأتوهم، وقوله: من أتى عرافا الحديث. هذا والله أعلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.